صلوا بينا على النبي. وفيلمنا بيبدأ مع الطالبة كوجي اللي بتروح للمدرسة وهي مبسوطة وبتقول إنها مش هتخاف تاني وهتجيب الأولى على المدرسة. وساعتها بتلاقي الطالب أوني كان بيتعارك مع مجموعة من الطلاب، لكنه في الآخر بيجي ناحيتها وبيقع على الأرض. وبعد ما كوجي بتقوم وبتروح للفصل بتلاقي الطلبات بدأت تتنمر عليها وكانوا بيرموها بالورق. وبتكون كوجي طالبة ضعيفة ومتقدرش تدافع عن نفسها، بس بتظهر طالبة اسمها كاياتا وبتقول للطلبات يوقفوا التنمر عليها. وبعد لحظات بيجي الطالب أوني للفصل وبيقول لكوجي إنه عايز يتكلم معاها. وبنلاحظ وقتها إن الطلبة كلهم كانوا خايفين من أوني وبيقولوا إنه أكتر طالب بيعمل مشاكل في المدرسة. وبعد ما كوجي بتروح لأوني علشان تقابله بتلاقي إداها باقة ورد وبيطلب منها تبقى حبيبته وتتجوزه. وبتكون كوجي خايفة يأذيها لو رفضت وبتاخد منه الورد وبتشكره عليه. وبترجع بعدها كوجي لبيت خالها اللي عايشة فيه بعد موت عيلتها، واللي بيظهر إنه فاتح قهوة جوه البيت. وأما خالها بيلاحظ وجود الورد معاها وبيسألها، بتقوله إنها أخدته من مدير المدرسة. وبعد ما كوجي بتروح لأوضتها بتفضل تفتكر ذكرياتها مع خالها وبتقول إنها مش هتقدر تحب أوني علشان هتسيب خالها وتبعد عنه. وفي تاني يوم بتصحى كوجي وبتاخد الفطار اللي كان مجهزه خالها وبتروح للمدرسة مع الطالب أوني. وبعد ما كوجي بتروح علشان تفطر بتلاقي أوني اداها علبة الأكل اللي عملها. وما كوجي بتدوق الأكل وبتقول إن طبخته كويسة، بيقول لها إنه عايز يبقى طباخ في المستقبل ويعمل مطعم خاص بيه. وبتكون كوجي فاكرة حد بيعمل مشاكل ومعندوش أحلام في الحياة، وبتسأله عن سبب المشاكل اللي بيعملها مع الطلبة. فبيقول لها أوني إنه مش حد وحش زي ما الطلبة بيقولوا عنه، وإن الطلبة اللي تعارك معاهم كانوا بيتنمروا على حد كان صاحبه من المدرسة الأولى. وفي يوم بيدخل المدرس للفصل وبيتكلم مع الطلبة عن الرحلة اللي هيعملوها واللي هيتقسموا فيها لعدة مجموعات. وبعد ما الطلبة كلهم بيتقسموا المجموعات بيعرف أوني إن ساتو صاحبه القديم انضم للمجموعة بتاعته. وبيكون ساتو طالب انطوائي علشان كان بيتعرض للتنمر في المدرسة الأولى وبيرفض إنه ينضم للمجموعة وبيمشي من المدرسة. وبيحاول وقتها أوني إنه يوقفه وبيكون عايز يرجعه لطبيعته، لكنه بيرفض يتكلم معاه وبيمشي. وبعد ما الطلبة كلهم بيروحوا لرحلة التخييم بنشوف ساتو كان قاعد لوحده، بس بتجيله الطلبة كاياتا وبتحاول تتكلم معاه. وبيكون ساتو رافض يتكلم مع الطلبة وعايز يقعد لوحده وبيروح يذاكر بعيد عنهم. وبيلاقي وقتها المتنمرين ظهروا وبيرموا الكتاب بتاعه في المية وبينط ساتو للمية علشان ياخده. وبيكونوا المتنمرين شايفينه بدأ يغرق علشان مش بيعرف يسبح، وبيبقوا خايفين من اللي حصل وبيهربوا من المكان. وبيظهر بعدها أوني وبينقذ صاحبه ساتو، بس ساتو بيبعده عنه وبيقوله انه مش عايز يكون عنده صحاب. وساعتها أوني بيبدأ يتخانق معاه وبيقوله انه هيكون صاحبه حتى لو هو رفضه. وبنلاحظ وقتها ان ساتو تأثر من كلامه وعرف ان في ناس بتحبه وبيقوله لازم يغير هدومه علشان المية. وبعد ما الصحاب كلهم بيرجعوا لمكان التخييم بيلاحظ أوني انه مأخدش القميص بتاعه، وبترجع الطلبة كوجي علشان تاخده. وبيعدي بعدها شوية وقت وبيروح أوني للبحيرة علشان كوجي تأخرت. وأما أوني بيوصل للمكان وبيلاقي القميص بتاعه بيعرف إنها مضيعة طريقه وما جاتش للبحيرة. وفي الوقت ده بنشوف كوجي كانت ماشية ومش عارفة تروح فين، وبتدخل لمكان ضلمة وهي خايفة. وبتبدأ ساعتها كوجي تفتكر لما كانت قاعدة لوحدها بعد موت عيلتها، وبتبقى خايفة من الضلمة وبتنده على أوني يساعدها. وبيظهر إن أوني كان سامع صوتها وبيروح يساعدها وبياخدها معاه علشان يرجعوا لمكان التخييم. وبتبدأ بعدها كوجي تتكلم معاه وبتقول إنها مش هتقدر تكون حبيبته علشان مش عايزة تسيب خالها اللي رباها. فبيقول لها أوني إنه ما عندوش مشكلة وبيطلب منها تبقى صاحبته مش أكتر. وبتعدي بعدها الأيام وبنشوف كوجي بقت صاحبته، وبتحكي لصاحبتها كاياتا إنها بدأت تعجب بيه. وفي يوم بتروح كوجي للمدرسة وبتلاقي كاياتا كانت واقفة مع شاب اسمه ياساكي، وبتعرف إنها بتحبه ومش معجبة بصاحبهم ساتو. وبنشوف بعدها طلبة جديدة انضمت للمدرسة وبتقول لهم المدرسة إن اسمها سايوري. وبتكون الطلبة سايوري انطوائية علشان تعرضت للتنمر في المدرسة الأولى، لكنها بتكون ذكية جدا وبتحاول تساعد الطالبات. وبتبدأ ساعتها الطالبات يتنمروا عليها علشان افتكروها بتستهزأ بيهم وفخورة بنفسها. وبنشوف بعدها الطالب أوني بدأ يقرب من سايوري وبيطلب منها تفطر معاه. وبعد لحظات بتكون كوجي ماشية في طرود المدرسة وبتلاقي أوني بدأ يقرب من الطالبة سايوري، وبيكون باين عليها إنها متضايقة علشان بدأت تعجب بيه وما بقتش شايفاه صاحبها. وبعد ما نتائج الامتحانات بتظهر بيعرفوا الطالبات إن سايوري نجحت، وبيفضلوا يضحكوا عليها علشان عايزينها تفقد ثقتها في نفسها. وبيكون أوني شايف الطالبات وهم بيضحكوا وبيبدأ يتخانق معاهم. وما سايوري بتتضايق من اللي حصل وبتروح تقعد لوحدها بتلاقي أوني جالها وبيحاول يهديها. وبيبدأ بعدها أوني يتكلم معاها وبيقولها إنها لازم تغير من نفسها علشان ما تبقاش لوحدها وتتعرض للتنمر.
وبيصار إن كوجي كانت شايفاه وهو بيتكلم معاها وبتكون شاكة إنه بدأ يحبها. وبنشوف بعدها سايوري بدأت تلعب مع الطلبات وبتنجح بإنها تتكلم معاهم وبيبقوا أصحاب. وبعد لحظات بنشوف كوجي راحت لصاحبها ساتو وبتتكلم معاه وبتقوله إنها بتحب صاحبه أوني. فبيقول لها ساتو إن أوني صاحبه من فترة طويلة وإنه لما تعارك مع المتنمرين كان عايز يرجع له الهدية بتاعته. وبعد ما ساتو بيقول لها إنها لازم تعترف له بحبها بتروح كوجي للفصل وبتحكي له بمشاعرها تجاهه وبتقوله إنها كانت بتتضايق لما بتشوفه بيتكلم مع سايوري. وبتكون سايوري موجودة في المكان وسمع كلامها وبتقول لها إنها صاحبة أوني مش أكتر. وبتعدي بعدها الأيام وبنشوف كوجي بدأت تخرج مع أوني وبيكونوا مبسوطين وهم مع بعض. وفي يوم بيروح أوني لخالها وهو حاطط على شعره لون أسود وبيقول إنه بيحب كوجي وعايز يرتبط بيها. وساعتها خالها بيمشيها من المكان وبيروح يسأل أوني إزاي هيحميها وياخد باله منها. وأما أوني بيقول إنه هيحميها حتى لو كانت تمن حياته. بيقول له خال كوجي إنه غلطان علشان هو لو مات مفيش حد هيحميها. وبيقول له كمان إن كوجي خسرت عيلتها في يوم واحد وإن هو اللي بيهتم بيها من يومها وبيخلي باله منها. وبعد ما خال كوجي بيقول له إنه مش هيقدر يهتم بيها وبيخرج أوني من المكان بتحاول كوجي إنها تتكلم معاه لكنه بيقول لها باللي حصل وبيمشي. وبترجع بعدها كوجي للبيت وهي زعلانة وبتفضل تسمع كلام خالها وهو بيتكلم مع صاحبته. وبتكون صاحبته عايزاه يروح يشتغل في محطة صواريخ ويوصل لحلمه اللي ما قدرش يوصل له لكنه بيقول لها إنه ساب حلمه من زمان علشان يفتح القهوة ويهتم بكوجي. وبتروح بعدها كوجي لقطتها وبتفضل تعيط وبتعرف إن خالها ساب حلمه ومستقبله علشان يهتم بيها. وفي يوم بتكون كوجي ماشية مع أوني وبتلاقي الشاب ياساكي كان بيتكلم مع واحدة من الطلبات وبتعرف إن هو بيخون صاحبتها كاياتا اللي هي بتحبه. وبيظهر وقتها إن ياساكي كان عارف أوني بسبب المشاكل اللي كانت بينهم وبيبدأ إن هو يضايقه هو وكوجي. وبيكون ياساكي عايز ينتقم منه علشان شايف إنه كان السبب في موت والده يوم الخناقة اللي حصلت بينهم. وأما أوني بيبدأ يتخانق معاه بيقول له ياساكي إنه هينتقم منه وبيمشي. وبعد ما الصحاب كلهم بيتجمعوا في سطح المدرسة بيلاقوا كاياتا كانت متعورة في وشها وبيبلغوها إن ياساكي بيحب واحدة تانية. وبيظهر إن ياساكي هو اللي ضربها لكنها بتقول لهم إنها بتحبه ومش هتقدر تسيبه مهما عمل. وبنشوف بعدها كاياتا راحت لياساكي اللي بيبدأ يضحك عليها وبيقولها تطلب المساعدة من صاحبتها علشان يحبها. وبعد ما كاياتا بتطلب من كوجي المساعدة بنشوف كوجي راحت للمكان اللي قالته بس وقتها بيظهر لها ياساكي وبيثبتها وبيبعت الصور بتاعتها لأوني. وبيبدأ بعدها أوني يجري وهو بيفتكر ذكرياته معاها وبينجح بإنه يوصلها بسرعة كبيرة. وأما أوني بيقول ياساكي ياخد حقه منه ويسيب كوجي بيبدأ ياساكي يضربه وبيكون أوني مش عارف يدافع عن نفسه. وبعد لحظات بيظهر خال كوجي وكان معاه ساتو وبينجحوا بإن هما يرشوا الكاتشب على العصابة وبيمشيهم من المكان. وبيروح بعدها ساتو لمكان كاياتا وبينجح بإنه يشيل الرباط من عليها وبينقذها. وفي الوقت ده بنشوف كوجي بدأت تتكلم مع خالها وهي بتعيط وبتقوله إن أوني هيعرف يخلي باله منها. وأما خالها بيعرف إن أوني هيوصل لحلمه ويفتح المطعم بيتمنى لهم السعادة مع بعض. وفي تاني يوم بتكون كاياتا ماشية وبتتقابل بياساكي بس بيظهر وقتها ساتو بيبعدوا عنها. وبيبدأ بعدها ساتو يعترف لها بمشاعره تجاهها وبنلاحظ إن كاياتا بدأت تعجب بيه وبتضحك. وفي نفس الوقت بنشوف كوجي كانت رايحة للمدرسة بس بتلاقي خالها ظهر لها وبيزق العجلة زي ما كان بيعمل معاها وهي صغيرة. وبتتقابل بعدها كوجي بحبيبها أوني اللي بياخدها للشاطئ وبيديها وردة رمز الحب ليها. وبيقولها بعدها إنه بقاله معاها 3 شهور وبيطلب منها تديه كل شهر نقطة لغاية ما يوصل لمية وتمانية نقطة ويتجوزوا. وبعد مرور 9 سنوات بنشوف أوني راح لها وبيديها باقة ورد كبيرة وبيطلب إيدها للجواز. وبتبقى وقتها كوجي مبسوطة وبتقوله إنها موافقة وهتعيش معاه حياتها كلها. الفيديو ده كتبه عمر وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو وكمان تابعونا على قناة انمي في ثواني علشان تشوفوا ملخصات الكرتون وهتلاقوا روابط الانستا تحت في الوصف واعملوا لها فولو هي كمان. سلام.